مبروك يا كابتن شريف. مبروك الاهلي حياتنا. الاهلي حياتنا بجد. طبعا. وبيسعدنا. بيسعد الناس كلها. حاله من الزهو والفرح. شفت النادي كان عامل ازاي امبارح؟ شفت النوادي وشفت الشوارع وشفت الدنيا كلها. وبننام واحنا مبسوطين ويعني مطمنين على اولادنا وبنشكرهم على الاداء الجميل قوي اللي هم فيه. نشكر مجلس اداره وبنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره كله اللي موجود هناك. الحقيقه مؤسسه كامله بتشتغل. هو دي النتيجه يعني. الحقيقة. هو ده الشكل. لعيبه امبارح وهي نازله احمد الملعب عامله كده مركزه، واحنا عارفين الامبريشن ده وعارفين الشكل ده. انا نازل عشان اسعد الجماهير اللي هي موجوده في قطر، المصريين اللي احنا هنسيبهم ونمشي لازم نسيبهم بذكرى كويسه جدا، وده اللي اتعودنا عليه من زمان. أكيد. لما كنا بنروح نلعب في دبي او في الامارات والسعوديه والحته دي كان دبي او الامارات. يعني اصل دبي فيها حتتين اسلام. دماغي راحت في ابو ظبي والامارات. مش فاهم بقى. دماغي راحت في ابو ظبي. انا بركز ليه بقى؟ لان الناس بتمسك اي كلمه انا او حضرتك بتقولها. خصوصا لما بقى انا وانت في حته واحده يعني. انت فاهم قصدي طبعا. يعني احنا دايما يعني دايما بنروح العب ماتشات. فانا امسكها احسن ما حد تاني يمسكها. خليك امسك عليا كده عشان احسن لي انك انت اللي تمسك. فكنا لازم نبقى مطالبين ان احنا بنسيب ذكرى واحنا ماشيين مشرفه. ايوه. مشرفه لجماهيرنا، مشرفه لاسمنا، اسم النادي الاهلي، اسم البلد أكيد. نفسها. أكيد. يعني ده اللي احنا تعودنا عليه والحمد لله. يعني ربنا كرمنا قوي اخر كرم امبارح ولعبنا مباراه كنا بنبحث عنها في الشوط الاول في مباراه الدوري مش كناش لاقيينها. فلعبنا قدام فرقه كبيره جدا وفرقه جامده جدا ولعبنا الشوط الاول واحرزنا في الشوط الاول. ليه؟ احنا عندنا الاصرار والعزيمه والتركيز، المعطيات اللي احنا عايزين نروح لها. عندنا الاصرار اللي بتتكلم عنه احمد، وانت مثلا كمدير فني مديني ايه المطلوب مني. الاجتماعات كلها، المشاهده، احنا جايين في الرحله دي عشان الهدف ده، عشان نلعب ثلاث مباريات. وكانت كنا ليها الحمد لله يعني.